أنا في ناس بقابلهم عايشين في الأرياف، وما بسألهم هم مش عايزين يجوا يعيشوا هنا، مش عايزين يجوا يعيشوا في المدينة. بيقولوا إحنا لما بنقعد كده بالليل اللي هو بس شكل الخضار، طبعا بالليل بتبقى الدنيا ضلمة مش شايفين خضار، بس القمر، القمر بس بالظبط، النجوم مع شكل القمر مع الهواء النظيف ده بيفرق معاهم جدا. وعايزة أقول لك على حاجة، ما بتلاقيش حد من الأرياف عصبي، يعني بتلاقيهم كلهم هاديين جدا وبيتكلموا بهدوء وبسلام جدا، لأنه ده بينعكس عليهم. ايه يا رحمة؟ ازاي؟ غريبة قوي، مش عارفة، عشان احنا شعب عصبي جدا. لا لا لا، في الأرياف هتلاقي الناس كلها بتتكلم. لا انا بتكلم دلوقتي، انت بتتكلمي على تونس. انت عارفة، انا وانا كنت صغيرة، كنت صغيرة جدا، طفلة بائسة يعني والله العظيم، كنت مع صحابي في المدرسة بنطلع الجبل بناكل اللوز لسه أخضر. الإيه؟ لوز، عارفة اللوز؟ شجر اللوز موجود في الجبل، فبناخد اللوز ده وهو بيبقى لسه طري، يعني اللوزة اللي جوه البتاع الحباية، ماشي، ها أيوة، بناكلها كلها، بتبقى طعمها جميل جدا. فأنا اتربيت في بجد، يعني كل طفولتي كانت في الجبل، وبقالوا نتسلق بقى، ومين فينا يتسلق أعلى الجبل، فاهمة الفكرة؟ عشان كده أنت هادية. هادية؟ جدا. طب خلينا ناخد فرح. غريبة، مش عارف. ألو. ما صدقت. ألو. يا فرح، ازيك؟ بتضحك يا نورة، عاملين إيه؟ إحنا الحمد لله يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله، أنت كويسين؟ الحمد لله. هو أنا عصبية ولا هادية؟ أنت بطريقتك دي مش محتاجة سؤال. خليني اسالها. ما علينا يا فرح.